السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هناخد العوامل المؤثرة في مناخ العالم. ايه هو اساسا المناخ؟ طيب، المناخ او الاقليم المناخي هو منطقة محدودة على سطح الارض ليها خصائصها المناخية من حيث الحرارة والرياح والمطر وغيرها من عناصر المناخ اللي بتميزها عن غيرها من منطقة لأخرى. وبتتنوع الأقاليم المناخية في العالم كما بيختلف المناخ داخل القارة الواحدة من منطقة لأخرى. يعني ممكن تكون قارة واحدة ولكن المناخ بتاعها متغير في عدة أماكن، وده بيرجع لإيه؟ بيرجع لعوامل مؤثرة في المناخ، في مناخ القارات. طب ايه هي العوامل اللي بتأثر في مناخ العالم؟ اول شيء الموقع الفلكي اللي هو خطوط الطول والعرض. تاني شيء الموقع الجغرافي. تالت شيء التضاريس. يبقى العوامل اللي بتأثر في مناخ العالم، اول شيء الموقع الفلكي، تاني شيء الموقع الجغرافي، تالت شيء التضاريس. طيب ايه هي الاقاليم المناخية اللي في العالم؟ الاقاليم المناخية اللي في العالم بتنقسم لتلات اقاليم اساسية. ازاي؟ اول اقليم اللي هي الاقاليم الحارة، تاني اقليم الاقاليم المعتدلة. والاقاليم المعتدلة بتنقسم الى جزئين، اقاليم معتدلة دفيئة وأقاليم معتدلة باردة، وتالت شيء الأقاليم الباردة. طب الأقاليم الحارة، الأقاليم الحارة أول واحد الاستوائي وشبه الاستوائي والمداري الحار اللي هو السوداني والموسمي والصحراوي الحار. يبقى عندنا في الأقاليم الحارة أربع أنواع: الأقليم الاستوائي وشبه الاستوائي، والإقليم المداري الحار اللي هو السوداني، والإقليم الموسمي، والإقليم الصحراوي الحار. طب الأقاليم المعتدلة، الأقاليم المعتدلة عندك الأقاليم المعتدلة الدفيئة زي الصحاري المعتدلة، البحر المتوسط، الصيني، والأقاليم المعتدلة الباردة زي غرب أوروبا واللورانسي والقاري البارد. طيب والأقاليم الباردة زي مناخ التندرا والمناخ الجبلي. هناخد النهاردة أقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. طيب بيقع الأقليم المناخي موقعه إيه؟ بيقع في المناطق القريبة من دائرة الاستواء عند دائرتي عرض صفر، يعني من صفر لعشرة شمالا وجنوبا. وبيتمثل فين؟ في قارة أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية. أمريكا الجنوبية زي حوض الأمازون. طب إيه هي الخصائص المناخية؟ الخصائص المناخية ارتفاع درجة الحرارة وسقوط الأمطار طول العام. والخصائص النباتية بيرتبط بالأقاليم نمو الغابات الاستوائية ليه؟ لكثافة الأمطار، واللي بتمتاز بكثافة أشجارها وتشابكها، ومن أهم أشجارها المهوجني والمطاط، وبتكثر فيها الزواحف والطيور والحيوانات المتسلقة. وكده نبقى أخدنا أنواع الأقاليم المناخية في العالم، وبالأخص إقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. والسلام عليكم ورحمة الله.